نعم، بما يتعلق بالمشهد الأوكراني، قبل قليل دوت صافرات الإنذار في بعض المناطق وبعض المقاطعات الأوكرانية الواقعة في جنوبي البلاد، ومن أهم هذه المناطق التي دوت فيها صافرات الإنذار منطقة دنيبروبتروسك ومنطقة كريفي ريغ. وفي ذات الإطار وسائل الإعلام المحلية في هذه المدينة أشارت إلى سماع دوي لانفجارات أو سلسلة من الانفجارات تحديدا في مدينة كريفي ريغ. بعد ذلك أشار المتحدث العسكري في هذه المدينة إلى وقوع عدة انفجارات في هذه المدينة، وبعض التقارير تشير إلى استخدام القوات الروسية ربما لصواريخ باليستية لاستهداف لإحدى المواقع في هذه المدينة، وتطالب القيادة العسكرية في هذه المناطق السكان المحليين من التوخي الحيطة والحذر والتوجه إلى الملاجئ بسبب حالة الاستنفار الجوي والتهديد الروسي المتواصل بالقصف الصاروخي في هذه المنطقة. هذا القصف بطبيعة الحال ليس هو الوحيد، ويقودنا أيضا بالحديث عن القصف الروسي الذي استهدف مدينة خاركيف في شرقي البلاد. السلطات المحلية تحدثت أن القوات الروسية أطلقت مجموعة من صواريخ S-300 من منطقة بيلغراد الروسية المتاخمة لهذه المدينة، واستهدفت إحدى المنشآت الصناعية في ضواحي مدينة خاركيف. التقارير الأولية أشارت إلى أن هناك إصابة في صفوف المواطنين نتيجة لهذا الاستهداف، وصاروخ آخر كان وقع أو بالقرب من إحدى المباني السكنية في هذه المدينة، ولم تشير السلطات المحلية إلى وقوع خسائر في الأرواح بين صفوف المدنيين بما يتعلق بهذا القصف الروسي. التطورات الميدانية هي أيضا تمتد باتجاه الجبهة الشرقية بما يتعلق بمسار العمليات العسكرية في هذا المحور. وأشارت وزارة الدفاع الأوكرانية بتقريرها الصباحي لهذا اليوم أن القوات الأوكرانية استطاعت من التصدي إلى أكثر من 20 هجوما روسيا على المحور الشرقي بشكل عام، واستطاعت سلاح الجو الأوكراني من شن 7 ضربات وصفتها بالدقيقة والمهمة لمواقع تمركز وانتشار للقوات الروسية والآليات العسكرية للقوات الروسية في المحور الشرقي. كذلك تم الإعلان عن تدمير منظومة دفاع جوي روسي من نوع بوك في هذا الهجوم، وتدمير ما يقارب 7 دبابات روسية و7 منظومات مدفعية في ظل هذه العمليات. قبل قليل كان هناك أيضا تصريحات إلى نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا مالار التي أشارت إلى تقدم القوات الأوكرانية في محور مدينة باخموت، وأشارت أيضا تحديدا إلى أن القوات الأوكرانية استطاعت من تحرير في خلال الأسبوع الماضي ما يقارب 2 كيلومتر مربع إضافيات في هذا في محور مدينة باخموت، وتشير إلى أن مجمل الأراضي التي باتت تسيطر عليها القوات الأوكرانية في محور مدينة باخموت سواء كان ذلك في المحور الجنوبي أو المحور الشمالي من هذه المدينة 37 كيلومترا مربعا. كذلك هو الحال أيضا ينطبق على الجبهة الجنوبية بما يتعلق بمسار العمليات العسكرية باتجاه منطقة ميليتوبيل ومنطقة براديانسك في الجبهة الجنوبية. أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية صباح هذا اليوم أن القوات الأوكرانية باتت تسيطر على 12 كيلومترا مربعا خلال العمليات العسكرية التي قامتها أو شنتها القوات الأوكرانية في الأسبوع الماضي، وبالتالي هنا الحديث يدور عن مجمل الأراضي التي باتت تسيطر عليها القوات الأوكرانية في المحور الجنوبي ما يقارب 212 كيلومترا مربعا. بالتأكيد هذه الأرقام هي تشير إلى أن القوات الأوكرانية تحرز تقدما ملموسا في هذا المحور الجنوبي وفي المحور الشمالي، لكن القوات الأوكرانية تبقى في حالة الدفاع بما يتعلق بمحور مدينة ليمان ومحور مدينة كوبيانسك. إذ أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الأوكرانية هي تتصدى إلى هجوم شرس من قبل القوات الروسية في محور كوبيانسك ومحور ليمان، مع الإصرار الروسي من قبل القوات الروسية إلى دفع القوات الأوكرانية إلى الحدود الإدارية لهذه المنطقة وإلى ما خلف نهر الأوسكال في الجبهة الشرقية. إذن ثائر عمرو مراسل الغد من كييف، شكرا جزيلا لك.